اسم اسماعيل علوي يوسف، استاذ مفروض عليه التعاقد بمديريه مديونه. بغينا تعطينا شنو هي سبب ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي نظمتوها امام المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والتعليم هنا بمديونه؟ هذه الوقفه تاتي اولا في سياق عام وفي سياق خاص. في سياق عام هو محاكمة مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالهم من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومطالبتهم إسوة بزملائهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ورفضهم البات للنظام الأساسي الذي تروج له وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما تأتي في سياق خاص هو مطالبة المديرية الإقليمية بمديونة بالتراجع عن مجموعة من التكليفات المشبوهة التي أصدرتها في حق أصدرتها للأساتذة. تكليف... ما هي هذه التكليفات المشبوهة؟ التكليفات المشبوهة هنا المقصود بها يا إما أن أستاذ مثلا متخصص مثلا في اللغة العربية يتم تكليفه بتدريس التربية الإسلامية، أو مثلا أستاذ أستاذ علوم الحياة والأرض يتم تكليفه بتدريس مثلا الرياضة، وقيت على ذلك مجموعة من التكليفات. أيضا جانب ديال التكليف مرتبط بالفائض، بتدبير الفائض. تدبير الفائض يؤطره قانون او مذكره باعتبار يعني الاقدميه، ثم الاقدميه العامه، ثم الاقدميه الخاصه، ومجموعه من الجوانب. لكن هناك تكليفات لم تراعي هذه المذكره ولم تراعي يعني الشروط المطلوب في هذه المذكره. كيف يعقل ان يتم مثلا تكليف استاذ مثلا من جماعه مثلا الهراويين ويتم تكليفه الى جانب تدريسه مثلا في جماعه الهراويين يدرس مثلا في جماعات تتمليل او جماعات مديونه، في حين ان هناك يعني طرق اخرى. ربما مثلا يوجد اساتذه مثلا يدرسون مثلا في الهراويين ولا يتم تكليفهم، بل يتم يعني اختيار مثلا اساتذه دون اساتذه اخرين. والمذكره هنا واضحه يعني في شروط او تقنين يعني تدبير الفائض. احنا درنا اليوم وقفه احتجاجيه بان ملحقة تربوية تحت المختبرات المدرسية. اليوم كنتفاجئوا بتعيينة أول مرة داز كونكور في 2009 دازوا فيه محدد المختبرات، ثاني مرة هي هاد العام هاد السنة هادي تحضير المختبرات دوزنا كونكور ديال تحضير المختبرات، والتكوين ديالنا كان في تحضير المختبرات. بمشينا المؤسسات اللي تعيننا فيها كنتفاجئوا ان المدراء قالوا لنا ان ما كاينينش مختبرات او ما كاينش فيهم الماتريال، ولا في التعيين ديالنا من المديريه جا فيه غير الاطار ملحق تربوي، ما جاش فيه مهمه تحضير المختبرات. وان الملحق التربوي كاينين فيه جوج تخصصات، فيه حراسه وتوثيق وفيه تحضير المختبرات. وكنت فاجئ ان كل شيء يعني كاع محضر المختبرات في المديريه الاقليميه مديونه عطاوهم حراسه وتوثيق. هذا الشيء علاش دايرين وقفه احتجاجيه هنايا. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.